وانا اقول لي ازاي. يوه انت لسه عايش؟ ايه عايش. فين الدكتور؟ هشوفهولك. بتعمل ايه؟ بشوف لك الدكتور. لا ده انا بقى اللي عاوز الدكتور. دكتور دكتور الحقني اعمل معروف. ايه عندك ايه؟ عندي ده. انا فهمتك امبارح دي يفهموش. دي زي الحمار. انا زي الحمار. امشي. ان شاء الله تكون نظفت مخ حماتي كويس. انا ينظف موش. انا يشيل مخ ركب مخ. شيل مخ بلدي ركب مخ فرنجي. يا سيدي مخ بلدي ولا مخ ضاني، المهم انك انت تقطع لسان حماتي من اللجلوجه. ان شاء الله كله يجي كويس. انا زعلان كتير، انا مش لاقي مخ زي المخ بتاع اينشتاين. وعاوز مخ اينشتاين ليه؟ شوف افندم، اينشتاين مات في 60 داهيه. راحته مش هي عشان ابوه في الالياس. لما كنا سوا في البرلين، ايوه، هو وعدنا يديني السر بتاع الصاروخ اللي يطير في القمر. كويس. وبعدين؟ وبعدين هو هرب في الامريكا. وبعدين؟ علشان انا عملت الباسبور الفالسو بتاعه. كويس. علشان كده، ايوه، هو وعدنا لما هو يموت انا نمسك المخ بتاعه. ولقيت المخ بتاعه؟ ناين. ناين ليه؟ الجامعة بتاع البريستون خبت اوانت المخ بتاعه. يا سيدي بالهنا والشفا، هي دي اللي مزعلاك؟ طب يا ابني ده في امخاخ في البلد تضرب مخ اينشتاين بالبلغة القديمة. بس بس مين؟ الشفاين. انا مستعد اتبرع لك بمخي بس بعد عمر طويل. يا مونشير، اينشتاين كان عالم كبير. اينشتاين كسر المخ بتاع الذرة. يا اخويا ما تفلقنيش بقى، هو يعني علشان خاطر اينشتاين كسر الذرة يبقى ما فيش مخترع زيه؟ طب ده انا يا ابني عندي اختراع يوكلنا الشهد، يخلي الناس تستغنى عن الهواء والبالونات والطيارات وكل حاجة في الهواء. بس ايه الاختراع دي؟ على مالك كلم، ايه الاختراع دي؟ والله ده اختراع اسمه من فوق لتحت. من فوق لتحت ومن تحت لفوق. من تحت لفوق. آه. من فوق لتحت ومن تحت لفوق. طب سعيدة بقى عن اسمه. استنى. كلم. ايه الاختراع دي؟ هو في الواقع مشروع اسمه شركة الاسانسيرات التحتانية لمواصلات الكرة الارضية.